الأمطار والفيضانات، وقفنا معك على مجهوداتكم الرسمية لمقابلة ارتفاع مناسيب النيل. نمضي ونتواصل معكم مشاهدينا إلى بارة لمتابعة التقرير والفقرة القادمة. تتمتع مدينة بارا بمدخل مميز تزينه الكثبان الرملية الذهبية التي تتحول إلى بساط من الخضرة في فصل الخريف الذي يزيد من جمال المدينة جمالا. تظلل باسقات الأشجار بوابة المدينة أسوار من أشجار اللبخ العتيقة وأشجار النيم التي هي واحدة من شواهد التأريخ الضارب في القدم. تطالعك مظاهر الجمال من كل أرجاء المدينة، فهي موطن الماء والخضرة والوجه الحسن. نالت جنائن بارا شهرة واسعة وظلت على ذلك الحال إلى يومنا هذا، فالمدينة تتمتع بتربة صالحة لزراعة أشجار الفواكه، فهي واحة تتوسط الرمال، والماء لا يبعد سوى 3 أمتار من سطح الأرض، الأمر الذي جعل الزراعة البستانية واسعة الانتشار بالمدينة. وليس أكثر شهرة من ليمون بارا الذي تغنى له ولجماله ولرمزيته الكثيرون ممن سحرهم جمال المدينة الذي يجمع بين الحضر والبداوة. حلال الولد الله قبل أمبي عيسى أبو شابة من يوم الخميس قامبي عيسى ابو شابة من يوم الخميس قام باخي قطرب وديس انساب الماما الشطو جورسي اهلك شالو يا كن فدرو تابق عالي بيه 380 متر انت اللي صيبة الحرة المساجين كترو اسم الجهد الا اللباليس كترو. عرفت مدينة بارا بأنها مدينة لكل الناس، تتلاشى عندها الأجناس والانتماءات القبلية، ويكفي فقط أن تنتسب للمدينة حتى تصبح معروفا، فقد اختلط فيها التجار من أهل الشمال بالقبائل الموجودة في المنطقة، وهي قبائل دار حامد. وتعد بارا مركزا ورئاسة لقبيلة دار حامد، مما جعلها نقطة التقاء تحلقت حولها بكل القيم الاجتماعية الفاضلة، ويمتاز أهلها بالجود والكرم والاحتفاء بالضيف. ترقد مدينة بارا على إرث ثقافي وفني تليد، فهي محراب الأدباء والشعراء وملهمة الفنانين والمبدعين، كما كانت عرين الفرسان والأبطال والمناضلين الذين هزموا المستعمر البغيض وسطروا تأريخا ناصعا من البطولات. تتزين الأندية والساحات في مدينة بارا بأنشطة ثقافية راتبة اكتشفت من خلالها الكثير من المواهب التي أثرت الساحة الفنية والأدبية، وما تزال المدينة حبلى بالروائع والواعدين. هكذا تظل مدينة بارا بكل تلك المقومات الجمالية واحة تهب الجمال والإبداع، وكنزا من التاريخ المشرف والحاضر المزدهر والمستقبل الواعد. وتبقى بارا رمزا للبطولات والتضحيات من أجل الحرية والاستقلال، وبعد هي قلب السودان النابض بالحياة.